المتعلقه بالنادي الاهلي وكافه الفرق المختلفه فيه مع مراسلتنا وزميلتنا العزيزه مريم سميح الموجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. مريم صباح الفل عليكي، وقولي لنا ايه الاخبار عندك؟ صباح الفل يا كريم، صباح الفل نهاوند، وكمان بصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، تحديدا من داخل مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره، وتحديدا زي ما انتم شايفين من امام دولاب بطولات النادي الاهلي العظيم، زي ما انتم شايفين برضو ورانا يعني الدروع المختلفه. عايزه انقل لكم يعني ابرز الاجواء وكمان اخبار الفرق الرياضيه الاخرى بالنادي الاهلي، ولكن عايزه انقل لكم كده صوره سريعه عن اجواء النادي هنا بالمقر. يمكن كان توافد اعضاء النادي الأهلي ورواد النادي الأهلي من مختلف الأعمار السنية منذ الصباح الباكر، يعني منذ تواجدنا هنا من حوالي الساعة 8 صباحا. يمكن التوافد أكثر كثافة عن الأيام الماضية، ده طبعا لأن رواد النادي الأهلي والأعضاء بيبقوا حريصين دايما أن هم بيبقوا متواجدين منذ الصباح الباكر، ده طبعا علشان المباراة المرتقبة في تمام الساعة 3 عصرا، ده كمان علشان يدعموا فريقهم وناديهم أمام سيمبا في الجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ده طبعا بعد الفوز على نادي المريخ السوداني. وبيكونوا دايما الأعضاء حريصين أن هم يكونوا متواجدين هنا علشان يشاهدوا المباراة، ودايما بيكونوا يعني مبسوطين جدا بتواجدهم داخل المقر النادي الأهلي هنا. عايزة كمان أنقل لكم يعني أجواء الجو، يمكن رغم توقعات الأرصاد أنه يكون في سقوط أمطار، ولكن لحد دلوقتي يعني الأمور مستقرة داخل المقر هنا بالنادي الأهلي بالجزيرة. يمكن ده اللي شجع كمان رواد النادي الأهلي ان هم يكونوا متواجدين، وحتى برضو يعني كان في بعض الأحاديث معاهم حتى لو كان هيبقى في مطرة برضو هيبقوا متواجدين علشان يشجعوا ناديهم، ده طبعا علشان التأهل لصدارة المجموعة الأولى. خلينا ننتقل ليعني أخبار الألعاب الأخرى، والبداية مع سيدات سلة الأهلي اللي طبعا حقق فوز مستحق على نادي سموحة مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري بنتيجة 69-57، ده طبعا يعني بعد ما قدم الفريق بصراحة يعني عرض قوي جدا أهله لهذا الفوز المستحق. كمان يعني كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق أعرب عن سعادته بهذا الفوز، خاصة أنه هو فوز متتالي بعد الفوز على نادي الشمس بنتيجة 88-44، وشايف أن هذه النتائج المتتالية شيء هام جدا في منافسات بطولة الدوري. كمان قال أنه يعني شايف أن المواجهة أمام نادي سموحة والتأهل أمامها وكمان الفوز ده خير تأهل وخير استعداد يعني لنهائي بطولة كأس مصر في المباراة التي ستقام إن شاء الله يوم السبت المقبل أمام نادي سبورتينج. كمان سيدات طائرة الأهلي حققوا الفوز أمس وديا على منتخب مصر نشآت تحت 18 سنة بنتيجة 4-0، ده يعني ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات الدوري. واخيرا الجهاز الفني للجمباز بالنادي الاهلي برئاسه يعني الكابتن محمد فؤاد حبيب اعلن عن مواعيد اجراء يعني الاختبارات لاختيار فرق الجمباز بنين تحت 7 سنوات وكمان بنات تحت 6 سنوات. البدايه هتكون غدا الاربعاء الموافق 24 من شهر فبراير الجاري، ده طبعا علشان يتم اجراء اختبارات يعني مواليد 2015 للبنين لاختيار فريق تحت 7 سنوات، وتقرر يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري علشان يتم اختبار مواليد 2016 بنات تحت 6 سنوات. وأكد الجهاز الفني برئاسة محمد فؤاد حبيب أن هذه المواعيد اللي تم الإعلان عنها هيكون الاختبار فيها نهائي، ولن يتم إعادة هذا الاختبار تحت أي ظرف من الظروف، ولن يتم إعادته مرة أخرى. دي كانت أبرز الأجواء هنا طبعا لرواد النادي الأهلي، وكمان يعني أخبار الفرق المختلفة الخاصة بالنادي الأهلي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. وزي ما انتم شايفين إن شاء الله يكون يعني المكان اللي احنا طلعنا منه النهاردة أو اخترنا ان احنا نطلع منه النهاردة يكون وش الخير على يعني فريقنا العظيم النهاردة في المباراة المرتقبة أمام سيمبا. بشكركم جدا، الكلمة إليكم مرة أخرى. بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ويا رب فعلا ربنا يسمع منك يكون يعني خلفيتك وأنت واقفة كده تكون يعني الدروع والف...
الكؤوس والانتصارات السابقه، يعني يا رب تكون يعني بشره خير للي جاي. لا اختيار حلو، عايزين نكبر بقى في النادي، عارف المكان، لان احنا لسه في كتير وعايزين نوسعهم شويه عن بعض عشان يبقوا براحتهم. اكستنشن لا محتاجين اكستنشن ده فور شور.